بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبتني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط اللهم صل وسلم وبارك عليه أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطب والحبيب العربي أنت أم أم أبون ما رأينا مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطل والحبيب العربي أنت منجينا ودا من شفاعتك صفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطل والحبيب ارتكبت على الخطا غير حصر ما غدت لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطل
الحبيب العربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. إننا نرجو كأسي حولك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واهلنا إلا يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. الصلاة على النبي كل وقت دائما لها نجم في السماء سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش ضربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة ولهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى برأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا وآتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واستفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما حل ربيع الأول أضاءت
وانبهرت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا. ثم لما جاء وقت البلادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر البلادة وحان بروز الشمس السعادة تلألأ الحق نورا وأضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا. وإذا بطائر أبيض قد سقط من الحوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مصبحا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها النبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غادي. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غادي. ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غادي. جبريل نادى في منصات حسنه هذا مالح الكون هذا أحمد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غادي. هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غادي. هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مالح الوجه هذا الأوحد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غادي. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غادي. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غادي. هذا الذي خلقت عليه ملابس ونفائس فنظير لا يوجد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غادي.
حالت ملائکت السمائی بی اسریم ولد الحبیب ومثل اولا یولد یا ربی صلی علی النبی محمد بشرى لي امتي برؤيه وجهه هذا هو الجاه العظيم الازيد يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في ولدته مخذولا ومكعولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في رأت حين ولعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما بلعته ما مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكعول مدهون مخطون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض علين من الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن أعين الناس قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يدي أخذهم إبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجة الأخضر وفي يد ثالث بريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يحير أعين الناظرين من شدة نوره حمل ابني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق سبع مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة وهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك بألفي عام فارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغالت بحيرة سابت وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وانبلج الصبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اللوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكتوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر فقالوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه
مأتمة. فقال عثمان بن الحويرث: ما له قد أكثر التنكس، إن هذا لأمر حدث وانشد وقلبه يسلى بالنار. نعت وتسليم وأزكى تهيتي على المصطفى المقتدى خير البرية. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. تنكست مقلوبا فما ذاك كلنا، فمن حزننا قد دارت العير بالسحب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا، سليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. تردى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. ونار جميع الفرس قد خامدت له وقد بات شعر الفرس في عظم الكرب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية.
تسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الأبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرق شمس الضحى في ذلك الصعد. فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف هجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى. صلي رب العالمين على سيد الكونين والسرج. صلي رب العالمين على سيد الكونين والسرج. إن بيتا ساكنه ليس محتاجا إلى السرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. ومريما أنت زائره قد أتاه الله بالفرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. فزما قد كنت بغيته فسما في صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. بذلوا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. يا كريم الجود راعته فكفيت البحر واللجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. ذنبنا ما هي ليمنعنا من ظروف الدمع والأجج. حبكم في قلبي
صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبل الروم والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانب رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لم تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فارحم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزأ به فعز علي ذلك فوجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي فسحب المدامع قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه الطيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين صغر الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار كل المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته فأردت أن أقبل يديه قال أتقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أنت الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال السقاء فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وابنتي قال فدخلا وهما يقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف إيمانكما قال رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي منزل الخلائق من جهنم في غدي. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي منزل الخلائق من جهنم في غدي. أحيا ربي القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد جاءت لي مولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي منزل الخلائق من جهنم في غدي. آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد البدر شق بأمره والشمس إذ قربت له ردت بغير تردد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي منجي الخلائق من جهنم في غدي. البدر شق بأمره وشمس إذ قربت له ردت بغير تردد والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهد. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي منزل الخلائق من جهنم في غدي. ومن اليسير سقى ما أطعم جيشه حتى اكتافه ويسيره لم ينفدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي منجي الخلائق من جهنم في غدي. يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. أوصافه ما ينتهي تاريخ
جهنم في وادي إني نازلك ونازل لديك يا خير الأنعم بكل خير يعتدي يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق أزكى الصلاة مع سلامي سرمدي يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي وعلى صحابتك الكرام جميعهم وتابعي آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوصي الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقض والداء القام والوباء القاطر إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتقسمنا من ذلك أهلك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من فزع الأكبر وتنجينا من دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.